Video ini sangat seru, Bapak Ibu, di mana para anggota kelompok Hamas diwawancarai langsung oleh para intelijen dari pihak Israel, seperti apa dan bagaimana pengakuan mereka. Kita akan saksikan bersama-sama berikut videonya. إنه غزة اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ طول شقة منزل بيت 10,000 دولار. اللي بجيب كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ آه. مين قال لكم إياها هاي؟ بدي كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي قائد واقف السرية. القسام قال لكم قائد كل السرية. أسير بتجيبوه بتاخذوا شقة؟ آه لأن شو اسمك الرباعي أول شيء؟ جهاد فوزي محمد الحمايدي. أنت مسؤول إيش؟ مسؤول فصيل. مسؤول فصيل؟ فوين؟ الشبورة رفع. اسمك الرباعي يحيى؟ يحيى ماجد صبري سويدان. من وين انت؟ نصيرات. نصيرات يعني؟ غزة. غزة. وظيفتك شو كانت؟ اخ كنت انا في حماس. زمرة؟ في القسام قال زمرة. شو اسمك الرباعي؟ احمد مالي احمد ابو خنين. منين انت؟ من اي منطقة؟ من غزة الدرج. شو اسمك الرباعي؟ مهند ياسر زايد ابو رزين. من اي منطقة انت ساكن؟ الشبورة. حسين محمد المجدلاوي. وين ساكن؟ من صراحة. لاي منظمة انت تابع؟ حماس. شو اسمك الرباعي؟ حمزة محمد ابراهيم الزرقاء. حمزة محمد ابراهيم الزرقاء. وين انت؟ من غزة. من غزة. لأي منظمة شو تابع؟ شو نشاط ايش انت؟ حماس. فايش في حماس؟ القسام. قسام النخبة. نخبة. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملها؟ اقتحام موقع صوفي العسكري. وغير الموقع في كمان كانت مهمة؟ كيبوتس وما رحنا الأصل روح يعني بعد بيومين بيوم أو يومين زي هيك. ومدنيين في ذاك الوقت؟ هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال. الأسر أسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال. قتل الرجال يعني المدنيين؟ الشباب الشباب. شباب مدنيين؟ هذا مدني عسكري زيك. الحين وصلنا على الحدود، رحتنا على بئيري. بئيري شو تعنوا هناك؟ السيطرة كان. قولي شو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني. زي كذا. خطف أسر من كفر عزة؟ لما أحكوا لكم يعني قتل وأسر منتوا رايحين على مستوطنة فيها مدنيين، عارفين هذا الشيء. مين قالكوا يعني من القيادة اقتلوا المدنيين؟ احنا اللي كان يحكي لنا محمد نهض البطش مسؤول المجموعة. شو قالكوا؟ قالنا احنا مهمتنا كفر عزة، بدنا نقتل بدنا نقدر نخطف زي كده يعني. يقول لي المهمة تبعتكم شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ اللي هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ سيطرة ايش؟ مركز فيه. شو تعملوا في اللي موجودين؟ هو تسيطر عليهم تقتل يعني. اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول فصيل من قائد السريه قال له اخطف لي. دخلنا كان الصبح في داخلين نخبه وبعديها كمان نخبه داخلين. احنا كان داخلين ناخذ اسرى ونقعدوا البيوت. سلام ابن بيسي وقت التقينا جمعنا عنده كلم ابو زيد. ابو زيد قال له طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا اسرى، لانه في غزه اللي باخذ اسرى له مكافاه. قديش المكافأة قالوا لكم؟ طول شقة منزل بيت 10,000 دولار. اللي بجيب كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ آه. مين قال لكم إياها هاي؟ بدي كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام. آه. اللي واقف القسام قال لكم كل أسير بتجيبوه بتاخذوا شقة؟ آه لأنه هم بدهم أسرى، بدهم ياخذوا أقدر ممكن أسرى، فهم هدفهم من الدخول أصلاً إنهم ياخذوا أسرى. شو المهمة تبعتك كانت؟ اقتحام. تعملوا وين؟ لفر عزة. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها. آه. شو يعني التطهير؟ نفضيها. من ايش؟ من الناس. تخطفوا ولا لا ايش؟ لا ما قطفناش احنا. يعني ايش؟ بس قتل؟ نفض الضوء. اه. وشو عمل القسام يهبري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. دخلوا اثنين على البيت. ضل في غرفة في الوجه مسكرة. طخ على الباب. صار في صوت جوا. دخلوا كمان اثنين. كان في واحد مرمي على الباب زوامية، كان في دم جنبه طبعا. كان في جوا
زلمة مصاب، ومتوقع انها عائلة كاملة. عائلة كاملة لبس عادي يعني، لبس منزلي يعني. الزلمة المصاب كان لابس كلسون، وطلعت مرأة لابسة فستان، فستان عادي يعني فستان بيت، والتاني برضو كمان لابس فستان، وفي ولد وبنت. فاحنا مشينا يسار وفي بيت هناك طلعوا منه مرأة يعني ختيارة، غطوها. انه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. إيه طيب احكي لي، في لما كنتوا في كفر عزة شو عملتوا بالضبط انتوا اللي كانوا معك؟ دخلنا اول دار، بعدين دار كانت المرأة، طخها حمزة على باب الدار. واللي المرأة لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها انا مرمية بس ما قربتش منها يعني، طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته انا. بعدها كان في واحد بالجنينة. المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا لا. كم طلقة ضربت عليه؟ من 2 لـ3. فوين الطلقات ضربته؟ عن منطقة الصدر. منطقة الصدر. وبعد هيك؟ بعد كده قعدنا نلفلف بالدور، في دارين أظن عملنا فيهم حريقة حرايق. احكي لي شو عملتوا في المستوطنة البيئية وكيف كنتوا تطهروا البيوت؟ أول ما دخلت صح، أول ما دخلت المستوطنة شفت 2 عفزبة كانوا ماخذين مرأة من عمرها من 60 لـ65 سنة. عفزبة ماخذينها لوين؟ لغزة. بعد ما كتلوا المستوطنة الاثنين سليمان كرم، النقب جابوا واحد تقريبا عمره 40 لـ45 سنة، زلمة كلونه قمحي شوي ومش طويل كتير، أخذوا عماد أبو الحروج وضلوا طالع فيه. طالع فيه ولوين أخذوه؟ على غزة. واحنا راجعين وراء كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت صوروا معها سيلفي، كان يقول جوفيت كان يقول طخوها، في قال لا ما طخوهاش خذوها أسيرة، وتصوروا معها، في واحدة تصور معها سيلفي وركبها على الفزبة في بيت قدموا عليه، قدمنا عليه كلنا. أجا تبع الهندس اللي هو تمه على جنبه بنظارات ما بعرفش اسمه برضه ما بعرف شكله، جاب عبوتين مسطرة وعبوه بربشيه وفجر الشباك، فتح شباك نتفة صغيرة، جاب حديدة صار يفتح الشباك في الحديدة اللي هو صار يطلق عليهم من جوا نار، يعني رموا عليه قنبلتين انفجر، 4 قنابل، 2 انفجرنش و2 انفجرن. وقتلوه؟ شو عملت؟ طخينا على الشبابيك والابواب. ومين طخيت هناك؟ طخيت مرة كبيرة. هي كانت قبالك ولا ايش في عيني؟ تفاجأت فيها طخينا. وين الطلقة طبت فيها؟ في كتفها. ايوه وشو صار فيها؟ وقعت. شو عملتوا كمان في الدور؟ ولعنا دار، كان ضرير ولعنا. والدار اللي في جنبكم مين ولعها؟ محمد بصل. انت قتلت كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ محمد بصل قتل واحد. مين الواحد هذا؟ كان 40 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا 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 لا، هو تفاجئ فيه. مدني؟ كان في جثة على الأرض باب البيت مطخوخة يمكن 2 أو 3 في الرأس، رأس انفجر يعني، وفي طلقات في الصدر من فوق، طخيت عليها طلقة في ظهرها. كم طلقة ضربت عليهم؟ طلقة واحدة على هذا وطلقة هذاك في رجله اليمين. بعد ما طخيت صار زعق علي سلام يقول لي ليش طخيت؟ هذول جثتك تضيعش طلقاتك. حافظها طلقة. زعل عليك عشانك ضيعت الطلقات. كان بدك شو كان بده تستعمل الطلقات ضد المدنيين؟ اقتل بده يعني. سكروا الباب اللي جوا الغرفه حصنه، بعدين لفوا صار طلع برا عماد ابو عبيده صار يقولوا في يهود هان في يهود ايش، وكان الشباك مسكر حديد، صار يقولوا لهم افتحوا اطلعوا افتحوا، ما رضيوش كانوا خايفين، جابوا عبوه مسطره حطوها على الشباك وفجروا الشباك، فتح نتفه صغيره صار يولعوا، اجى واحد صار يولع قطع قماش بداخلها يقول انه منخنقوا من الدخنة، البنت خافت وفتحت الشباك. بعدين اجى واحد من الجنب حافظ شكله بس بعرفش اسمه، صار يزعق قتلوا اطفالنا وقتلوا نسائنا وصار طخ عليهم. قتلهم؟ اطلق عليهم يمكن 10 رصاصات. بعدها على الطفلة وعلى امها. بنت يمكن عمرها كانت 18 سنة وكمان 21 سنة، وامها وابوها 4 وكلب صغير.
والكلب قتله. كم طلقة؟ مش عارف، يعني كل واحد يمكن طخ، هداك طخ يمكن 10 طلقات الأول، تانيين كل واحد طخ طلقتين ثلاثة زي. الصبية كانت مسلحة، كان معهم أسلحة يدافعوا عن حالهم؟ لا ما اطلقوش نار من النار، بس هذاك اجى هيك وقف صار يطق هيك بشكل صار يرش بشكل همج. وهذا هيك هذا في القرآن هيك بقول الإسلام؟ لا حسب الدين الإسلامي. مش أنت إسلامي؟ الدين الإسلامي بيقول لك هيك تعال اقتل. لا لا خليني أفهم، هذه التصرفات انت ما بتشوفها يعني مش زي داعش هيك قتل المدنيين عشوائيا؟ صحيح صحيح. الدين منع عن، يعني النبي قال لا تقتلوا امراه، لا تقتلوا طفلا، لا تعقروا امراه، لا زي، فاهم علي؟ الدين ما بحث على التشويه والتنكيل وال، يعني حسب ما العمل اللي صار وانت لما شفت، ايش الفرق بين هذا العمل لبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. طب حسب الاسلام هيك تفوت وتقتل ناس ويقتلوا اطفال و... لا مش من الاسلام قتل الاطفال. طب شو اللي صار؟ الدين الاسلامي يقبل هيك؟ ابدا، قلت لك انا لا تقطع شجره. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتو عملتوه، داعش وحماس. مسموح انك تقتل مرة هيك؟ ليش القتل هذا كله؟ شو اللي صار؟ مضحوك علينا احنا منهم، مغرر فينا ومضحوك علينا منهم. من مين مضحوك عليكم؟ من عين حماس، شو هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ هيك بفكر. أنا هم اللي في قطر ولا في تركيا وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غادوا بعت لنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القيادة تاعت حماس. مين هم؟ أنا اسمعين هنية، خالد مشعل. يعني هيك بيفكر يضحكوا عليكم؟ هيك ضحكوا علينا. هيك هم غادوا، هي برضو أهالينا في غزة يعني قاعدين بنقصفوا. القيادة سبتنا. مين الأشخاص؟ بتقول حماس، مين بتقول؟ حماس كلها. حماس، لكن مين؟ روس حماس. مين روس حماس؟ السنوار، هنية، أبو خالد، هم دول روس. وأنت بتقول هذول دمروا غزة. في إيش دمروا غزة؟ في كل، هاي أنت شايف ضايل غزة؟ لا. ضايل غزة؟ لا. دمرت يعني غزة، مين اللي دمرها؟ بيديهم وبيدينا. Ya sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita semua mendoakan konflik kedua bangsa ini semoga saja cepat berlalu. Bagaimanapun kita orang-orang percaya cinta damai, semoga kedua bangsa ini cepat berdamai, semoga badai konflik ini cepat berlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga juga kita yang hidup di NKRI negara tercinta ini tidak terprovokasi dengan kejadian di luar sana, tetapi marilah kita terlibat saja untuk mendoakan kedua bangsa ini. Itulah yang perlu kita lakukan sebagai penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.